اتركني يا أخي، اتركني أرجوك. اصمتي يا ماري، هذا يكفي. ماري ماري ماري، حانت نهايته، نهاية تورغوت حانت. لا بلا لا نيكولا، بلا لا. هل تعرفون ما الذي يخبرني به نديمي؟ كم أن الدنيا فانية. ما كان ينقصنا، هو مجنون، وها أنت أتيت. ماذا تريد أيها المجنون؟ العاشق لا يموت. العاشق لا يموت. أتينا يا سيد تورغوت. ماري تورغوت، هيا تعال، هيا. ماري لنذهب. اترك اتركه، هيا. اهجموا بسرعة. ماري كوني حذرة. تورغوت، ابتعد من امامي، رجال بلا نفع، ابتعد.
مصدر النعم كلها. هذه هي بلاد الروم، لكن للأسف هي تسحق تحت حكم الفوضى. تحتاج إلى النظام فقط، والنظام يحتاج إلى شخص قوي يفرضه. يحتاجني أنا، وزير الدولة السلجوقية على مشارع. هذه الحدود من بعد الآن ستكون تحت حكمي. كونور، هل تم إبلاغ الحاكم نيكولا بقدومي؟ أرسلت مبعوثا، الحاكم بانتظارك. سنذهب إليه أولا، ثم إلى قبيلة الكاي. سأرى المتمرد المدعو عثمان في موطنه، لنرى من يكون عثمان الذي سمعت باسمه كثيرا. إن كان عثمان أو الحكام لا فرق، جميعهم سيتخلون عن سياساتهم العقيمة. ستكون الحقيقة الوحيدة في هذه الأراضي كلمتي أنا. جميعهم سيعرفون هذا. على مهلك، ببطء. سيد تورغوت، ماري، هل أنتما بخير؟ السيدة مالون وأيغول قد لحقتا بنا، سلمتما. بني، جراحك خطيرة، اذهب إلى خيمة الشفاء بسرعة. هيا، سوف أذهب، لكن السيد عثمان هل يعلم بهذا؟ أين هو؟ ماذا سيحدث؟ ماذا هناك؟ احفظنا يا الله. تسأل عني سيد عثمان؟ أنا بخير الحمد لله، لكن أنتم؟ ولدي، ما حالكم؟ المنجم أصبح ملكا للكاي. لكن لدينا شهداء.
وأخي بوران وقع أسيرا لدى روغاتوس. سيدي، تسقى الأرض بالدماء حتى تصبح وطنا. ما الذي حدث؟ أنت مصاب، أنت مصاب جيركوتاي. إلى خيمة الشفاء يا أبطال، جهزوا خيمة الشفاء. هذا ليس شيئا، ذهب العاقل وبقي المجنون. أين قمران؟ فليأتي أحد به. بوران، بوران بين أيدي الكفار يا أيغول. سنقتلكم جميعا، سنقتلكم. أنت أصدرت الأمر يا روغاتوس؟ سنقتلك أيضا. وأنت أيتها الشيطانة، سأسقط رأسك اللعين، سأسقط رأسك اللعين هذا. حتى في هذه الحالة لازلت تهدد، أليس كذلك؟ زوجتك كانت هكذا، هي أيضا كانت عنيدة، قاومت كثيرا لكنها ماتت. ستتشاركان النهاية نفسها، ليس أنتما فحسب بل جميع الأتراك. نحن لا نخشى الموت، نحن لا ننتهي بالقتل. إن استشهدت سأذهب إلى زوجتي، لكنني لن أذهب قبل أن أقتلكم جميعا. قال سيقتلنا. توقف، خذ نفسا. خذ نفسا. تنفس، لن تموت بعد، لن تموت. سأحتفظ بك من أجل نيكولا، سيخرج غضبه منك بسبب المنجم. استمتع هنا حتى ذلك الحين. لا ترفعوا أعينكم عنه. هل تعلم كيف ماتت زوجتك؟ هل أخبرك؟ شيطانة. السم أولاً قطع أنفاسها. أصمتي. ثم أوعيتها تمزقت بسببه. اخرسي. هل تعلم أي ألم هو هذا؟ ألم شديد جداً، كان ألمها لا يحتمل. اصمتي. كانت تزحف، نازعت الموت وهي تزحف. قلت لك اصمتي. لكنها كانت فتاة قوية، وبحالتها تلك حاولت التصرف ببطولة، لكن وبضربة سيف واحدة. ماتت. أقسم إنني لن أستشهد قبل أن أجعلك تعيشين الألم أضعافاً، قبل أن أسقط رأسك المشؤوم هذا. التراب حرام علي، حرام. أه.
كأن عثمان لا يكفي، ظهرت زوجته فوق رؤوسنا. اللعنة عليهم، يخرجون من كل مكان، فليذهبوا إلى الجحيم، إلى الجحيم. ليذهبوا جميعهم. من أين يخرج هؤلاء؟ من أين؟ فليذهبوا إلى الجحيم. أخت كوسس الوحيدة ماري، كيف تفعل هذا بي؟ سأفقد عقلي نيكولا. سنجمع الجيوش حالا، سنجمعهم. انظر، زوجة عثمان من أخذتها، فهي ذهبت إلى قبيلة الكاي. سأقضي عليهم، سأذهب إليهم وأحرقهم جميعا. لن يبقى رأس أحد منهم على جسده. سأحرق كل قبيلتهم، سأحرقها. هل جننت يا نيكولا؟ ماري الآن في قبيلتهم، لا أسمح بهذا. سأذهب وحدي لأخذها. كيف ستذهب وحدك؟ من أكون أنا؟ كان ستصبح زوجتي. بالطبع ستصبح زوجتك نيكولا، لكن إن هاجمت القبيلة الآن ستعقد الأمور. من الأفضل أن تعود إلى القلعة. ما الذي تقوله غوسس؟ هم يختطفون زوجتي وأنا أجلس في قلعة، صحيح؟ ألا تفهم نيكولا؟ إن هاجمت القبيلة الآن ستفقد ماري إلى الأبد. سأتيك بماري بنفسي، أعدك، ثق بي. حسنا، اذهب كوسيس، اذهب واجلب ماري. سأذهب. آمل أن تكون محقا. هيا هيا. آمل أن تكون محقا كوسيس، آمل ذلك ماري. لن أكون زوجتك أبدا. أنا أكرهك نيكولا، أنا أكرهك، أكرهك ماري. اجلب لي ماري يا كوسيس، اجلبها كي أتمكن من خنقها بيدي. سأخنقها بيدي. العزاء لنا سيد عثمان. سلم رأسك. الحديد في تلك المناجم قد سقي بدماء شهدائنا. أي درع يمكنه أن يقف في وجه السيوف التي ستصنع هناك؟ أي سور سيصمد في وجه الكرات الحديدية التي ستصنع؟ لن يصمد سور يا كومرال، لن يصمد. أولا سنأخذ بوران من يدهم، ثم بعدها سيحين وقت دك الأسوار. سيد عثمان، ما دامت يدي قادرة على الإمساك بالسيف فسأكون معك. كن مطمئنا، لن نترك بوران بأيديهم أبدا. هل تسمح لي سيدي؟ أدخل. سيدي، أتى الحاكم كوسيس ويود أن يقابلك. فلينتظر. أمرك سيدي. من الواضح أنه أتى ليأخذ أخته. وهل نحن نحتجزها بالقوة؟ لآتي أنا سيد عثمان، لدي ما أتحدث به معه. سيد تورغوت، ارتاح أنت، لا تزال جراحك حديثة، ليضمدها كومرال، فلتسترح أنت. لآتي سيد عثمان، لآتي. ماري معنا الآن، فكر بموعد الزواج. أنا سأتحدث مع كوسيس، لكن إياك أن تنسى غايتنا النهائية
الفتوحات. بإذن الله. يبدأ الفتح بالقلب أولاً، وقد قمت أنت بفتح قلب ماري، أنقذتها من بين أيدي الظالم. ابتعد من أمامي. سلم سيفك أولاً حاكم كوسيس. انظر أيها القبلي، لا يمكن لأحد أن يأخذ مني سيفي اليوم، هل فهمت؟ ابتعد من أمامي الآن يا أبطال. دعوه يأتي مع سيفه. أنت تلعب بالنار يا عثمان. هل برأيك ستكفي نارك لحرقي يا كوسيس؟ أنت بهذا تشارك أفعال تورغوت. لقد اختطفت أختي، ومن اختطفها زوجتك، وقد أتيت لأخذها. أعطني أختي. لم نختطف ماري، ولم نحتجزها لدينا بالقوة، نحن أنقذناها من الظالمين. قلت من الظالمين إذن؟ عثمان، إنها أختي وسأأخذها. سأكسر الأيدي التي تلمس ضيفتي واحدة واحدة، كن واثقا من هذا، حتى وإن كانت أيدي أخوها. ما سيحرقك الآن ليست ناري، بل نار الإمبراطور. إن لم تغير قرارك الآن، سأذهب إلى القسطنطينية بنفسي وأعود بجيش الإمبراطور. ليس جيش الإمبراطور، حتى إن أتى الجيش الصليبي فإنني لن أعطيك ماري أبداً. في عاداتنا لا يمكن تسليم اللاجئ أبداً. ستكون العادات نهايتك أنت وقبيلتك سيد عثمان. هيا الآن استجمعي نفسك. انظري ماذا كنت قد قلت لك؟ ألم أقل لك من أول يوم التقيتك لتتزوجي أحد أبطالنا؟ وأنت قد وجدت الأقوى والأكثر مهارة منهم، فليضحك وجهك الآن. أنا ممتنة لكم، لو لم تلحقوا بنا لمات تورغوت، وذلك بسببي. ابنتي الجميلة، الأيام السيئة بقيت في الماضي، إنه وقت التكلم عن الأشياء الجميلة. بمجيئي إلى هنا وضعت قبيلتكم في الخطر. ماري، هذه قبيلة الكاي، نحن لا نرد من يلجأ إلينا. إن كانوا سيأتون فهناك ما سيرونه. سيقومون بأذيتكم، أخي ونيكولا لن يترك هذا الأمر. بال محقة، ليفعلوا ما يريدونه. أنت أصبحت منا الآن، ارتاحي قليلا ولا تفكري بشيء. وإن حصل شيء ما؟ هل تسمحين لي سيدة مالهون؟ تعالي يا ألجا. سيدة مالهون، أتى الحاكم كوسيس
يريد رؤية ماري. ابنتي كوني مطمئنة، أنت في قبيلة الكاي. بإذن الله إن لم تريدي أنت الذهاب، السيد عثمان لن يسلمك لأحد. لقد خسرت الكثير من إخوتي للتو، ولم أجد الوقت لأدفنهم بعد. صديقك روغاتوس الذي تحبه يحتجز محاربي أسيرا لديه، وغضبي الآن يغطي الجبال. أخبرني الآن، ما يجب الخوف منه؟ هل هو غضبي أنا أم هي نار الصليبيين؟ تورغوت قد تجاوز حده للمرة الثانية، وأنت تعرف هذا. لقد سلب عقل ماري، لا يمكن أن تبقوها عنوة. لا أحد يبقيني عنوة، أنا هنا بإرادتي. لن أعود يا أخي. ماري، لا تصعب الأمر أكثر. لنذهب من هنا بالحسنى. أبداً، لن أذهب معك أبداً. كان يجب أن تعرف أنني لن أقبل بما حدث. إن لم تأتي معي الآن سأعود إلى هنا ومعي جيش كبير جداً. ستأتي مع جيش لتأخذ جثة أختك. لا تنتظر، إن كنت تريد أن أقتل نفسي فافعلها. ماري، عندما لا تجد ما تأمله تظهر أسنانك. أتيت إلى قبيلتي والآن تهددني بالجيش. إن كنت تجرؤ فافعلها، افعلها وسترى ماذا سيحصل لك. لكن لن أسلم ماري أبداً. عثمان، سمعت ما أتيت لقوله، اذهب الآن. ماذا تفعلين يا ماري؟ ماذا تفعلين؟ عثمان أخذ المنجم يا نيكولا. ماذا؟ كيف استطاعوا الخروج أحياء من هناك؟ ألا يوجد شيء جيد في يوم اللعين هذا؟ ماذا حصل روغاتوس؟ ما حصل قد حصل وانتهينا، لكننا استطعنا أن نأخذ من يده شيئا أهم بكثير. ماذا؟ أكثر محارب مخلص للسيد عثمان بوران. وأخيرا خبر جميل. وأخيرا عثمان يحب محاربيه كثيرا. ماذا عن كوسيس؟ أين هو؟ ذهب ليجلب لي ماري. لكن من عثمان، هل تسمحين لي؟ تفضل. كان يجب أن لا تنهض من فراشك. هل أنت متفرغة؟ مررت بيوم سيء، كنت أتساءل إن كنت بخير.
تألمت كثيرا بسببي. خفت كثيرا أن يحصل لك شيء. لو حصل لك شيء لما سامحت نفسي. لا تبكي، لا تذرفي الدموع من عينيك الجميلة ماري. دموعك هذه تؤلمني أكثر بكثير مما فعلوه. لا تبكي. الآن رأيت هذا في السوق سابقا وتذكرتك فورا، قلت لأشتري هذا لماري. أظنه سيعجبك. جميل جدا. أنت هي الجميلة. ممتنة لك. ماري، لا أعرف ماذا سأقول. أنت هل فكرت أن هل تسمحان لي؟ أدخلي. السيد عثمان ينتظركما. لنذهب إذن. كنت تقول شيئا ولم تكمله. لنذهب. لم تستطع أخذ ماري، أليس كذلك؟ أنت تهذي يا نيكولا. ماذا تفعل؟ عد إلى وعيك. لقد دمرت سمعتي يا كوسيس. لم تستطع الاعتناء بامرأة تم اختطافها بسببك. المرأة التي تتكلم عنها أختي يا نيكولا، لهذا تراجع عن توجيه غضبك نحوي. لن أتراجع. لقد أقسمنا بأن نتحد وأن لا نختلف فيما بيننا، هل نسيتما؟ كنا سنصبح أقوى معا. سنقوى مجددا. طبعا إن استطعت أن تهدأ أولا. صحيح الرغاتوس؟ يجب علينا أن نفكر الآن كيف سنأخذ ماري من بين أيديهم. أنت أخمتنا في هذا الوضع. أيعقل هذا؟ وسأخرجكم منه. كيف؟ بالأب والابن والروح القدس. عيسى سيظهر لنا الطريق. كم هذا جيد. هل روغاتوس من جعلك مؤمنا هكذا في الفترة الأخيرة؟ لا أبدا، بل ما مررت به. سيأتي أحدهم وسيقوم بمساعدتنا. من؟ Thank you.
وزير دولة السلجوقية، الوزير علم شاه. الوزير علم شاه، أهلا وسهلا. تحياتي للحكام الأقوياء في هذه الأراضي، لكنني أرى أنكم لا تحكمونها كما يتوجب. لا زالت هناك فوضى على أراضيكم. الاستقرار يتطلب وضع نظام. لقد ضاع نظامكم يا نيكولا. أنت تعرف أفضل منا من الذي أفسد هذا النظام أيها الوزير علم شاه. كيف سنأخذ بوران سيد عثمان؟ يقبع أسيرا الآن في زنازينهم. لا أعلم ماذا يفعل به عديمو الأصل أولئك. كيف سننقذ بوران؟ عندما يضعوننا في السجن نكون في خلوة مع ربنا، نعتبر السجن خلوة. حتى إن نفونا إلى بلاد الكفار يكون النفي هجرة لنا. لنقل قتلوا بوران، الموت بالنسبة لنا استشهاد. لكن لن نترك أحدا خلفنا أبدا. سنأخذ أخي بوران منهم وسننظر أمامنا.